فإن من الأمور العظيمة التي ينبغي أن نذكر بها وأن تكون منا على بال حرمة المساجد ومكانتها العظيمة وما جعل الله سبحانه وتعالى لها من مكانة ومنزلة، وأن الواجب على عباد الله المسلمين أن يصونوا المساجد بيوت الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق ببيوت الله. وكما أن للمساجد حرمة ومكانة، فإن للمصلين أهل المساجد احترام وقدر ومنزلة، فلا يجوز أن يلحق بهم أي أذى يترتب عليه إضعاف خشوعهم وعبادتهم وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى. وإن من المنكرات العظيمة التي ابتليت بها كثير من مساجد المسلمين أن أصبحت الموسيقى تسمع في بيوت الله تبارك وتعالى يكاد أن يكون الأمر في كل صلاة، وهذه يا إخوان والله مصيبة عظيمة، وما كان أحد يتوقع أو يظن أن تسمع الموسيقى داخل بيوت الله. تفاجأ وأنت ساجد، وتفاجأ وأنت راكع، وتفاجأ وأنت قائم، وتفاجأ وأنت جالس في صلاتك الموسيقى تضرب. وبعضها موسيقى مصحوبة بالغنى والكلمات الباطلة، كل ذلك يسمع في بيوت الله. أما نخشى الله سبحانه وتعالى؟ أما نخاف عقابه؟ أليس لبيوت الله تبارك وتعالى في قلوبنا مكانة ومنزلة؟ كل من يحمل جوال عنده في جواله خيارات عديدة، خيار الإغلاق، وخيار جعله على الصامت، وخيار عدم الاتيان به أصلا إلى المسجد، يتركه في بيته. فلماذا هذا التهاون؟ ثم كيف يليق بالمسلم أن يجعل النغمة التي تخص جواله نوع من الموسيقى التي حرمها الله سبحانه وتعالى؟ فكم يؤذي من حوله؟ وإذا كانت هذه النغمة تصدر داخل المسجد فالمصيبة أعظم، لأن في هذا أذية لعباد الله، وأذية للمصلين، وأذية لمن يقرؤون القرآن ولمن يذكرون الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نتواصى به، ومن يسمع هذا الكلام ممن يحسن لغة أخرى لينقله إلى أصحاب اللغات الذين لا يحسنون فهم اللسان العربي، ينقل لهم هذا ويبين، لأن بعضهم يجهل هذا الأمر، فيه خير وفيه رغبة في الخير لكنه يجهل، وإذا نبه تنبه. فينبغي أن نتعاون حتى نحقق لبيوت الله تبارك وتعالى المكانة اللائقة بها، وإلا والله فإن الأمر خطير، خطير جدا. ولم يكن يظن أن بيوت الله سبحانه وتعالى سيصبح يسمع فيها مثل هذه الأصوات المنكرة السيئة التي يجب أن تصان بيوت الله تبارك وتعالى وأن تنزه عنها. وأسأل الله عز وجل أن يصلح المسلمين أجمعين، وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يوفقنا أجمعين لاحترام بيوت الله ومراعاة حرمتها، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.